صباح الخير. اليوم فقرتنا رح تكون مخصصة للأشخاص اللي عندها مشاكل بالنوم، وخاصة مشاكل بالنوم العميق. العديد من كبار السن للأسف بيعانوا من مشاكل بالنوم، وخاصة إنهم يفوتوا بالنوم العميق، فبالتالي بيكون في عنا تعب خلال اليوم بأكمله، وكمان بيكون في عنا تآكل أسرع للخلايا اللي بتكون موجودة عندي بالجسم، وللأسف بيهرم الجسم بطريقة سريعة. اليوم فقرتنا رح تكون مخصصة كيف أنا بقدر أحظى على نوم وجودة نوم أعلى، وكمان كيف بقدر أني أنا أساعد جسمي أنه يدخل بمراحل النوم العميق. عادة في مسببات عديدة للأرق، ولكن الأهم اللي إحنا لازم ننتبه له أنه أجسامنا بتكون مختلفة عن بعضها البعض، يعني ممكن جسمي أنا يتأثر بالكافيين بطريقة أكثر من الأجسام الثانية. فعشان هيك وخاصة بمشاكل النوم ما في عنا قاعدة واحدة للجميع، كل شخص لازم ينتبه على الأعراض اللي الجسم بيعطيها والعلامات الجسم بيعطيها، وبالتالي نحدد نظام حياتنا ونمط حياتنا على هذا الأساس. ولكن أنا رح أعطيكم نصائح عامة ممكن الالتزام فيها يقلل من مشاكل النوم ويساعد على الدخول بالنوم العميق بطريقة أسرع. أول شيء حاولوا أنه نحن نحد من استهلاكنا للكافيين خاصة على وقت المغرب. بعد المغرب خلينا نبتعد تماماً عن أي شيء بيحتوي على الكافيين، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، حتى الشوكولاتة بتحتوي على الكافيين. فيفضل بعد ساعات المغرب نمتنع تماماً عن استهلاكنا لأي من المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين. بتعرفوا إنه التدخين بيساعد على التقليل من النوم؟ للأسف التدخين بيقلل من مستوى الأكسجين اللي بيكون موجود عندي بالدم، ويؤدي إلى ما يسمى بالسليب أبنية، اللي هو الاختناق خلال النوم. كل ما بزيد عنا الاختناق أكثر، كل ما بقل عندي جودة النوم، لأنه منضلنا نصحى ونرجع ننام. حاولوا أنه نحن نمتنع عن التدخين، وكمان إذا كنتم من المدخنين حاولوا بعد ساعات المغرب نمتنع تماماً عن التدخين. ثالثاً التخفيف من الوزن، كل ما بيكون وزننا أعلى كل ما بيكون عندنا مشاكل بالسمنة أكثر، وخاصة الدهون على منطقة البطن، كل ما هذا الشيء بيقلل من جودة النوم، كمان لأنه بيؤدي إلى الاختناق اللي نحن بنسميه السليب أبنية. الدهون عادة سيئة، ولكن الدهون الأسوأ هي الدهون اللي بتتراكم حول منطقة البطن وحول منطقة الثدي. هاي الدهون للأسف بتأثر على التنفس وبتأثر قدي أنا بكون مرتاح خلال ساعات النوم. كل ما بيكون عندي دهون أكثر على منطقة البطن كل ما بتقلل من راحة التنفس، كل ما بتزيد من مشاكل النوم والاختناق خلال النوم. تتخيلوا أن الامتناع عن الرياضة خلال ساعات المساء بيساعد على النوم بطريقة أفضل؟ الرياضة عادة بتنشط الجسم وبتساعد على زيادة إفراز الهرمونات اللي بتساعد على النشاط. إذا كنتم من الأشخاص اللي عندكم مشاكل بالنوم يفضل الامتناع عن ممارسة الرياضة خلال ساعات المساء لحتى ما يتنشط الجسم ونحظى بنوم واسترخاء أعمق. وكمان ما تنسوا دور المكملات الغذائية الطبيعية اللي هلأ رح نحكي عنها، اللي بتساعد بشكل كتير كبير على النوم لفترات طويلة ونوم عميق وجودة نوم أفضل. خلينا نبدأ بهاي المكملات واحدة واحدة. أول شيء رح نبدأ بالأغذية الطبيعية، حليب. كل الأطفال بيشربوا كاسة حليب قبل ما يناموا. بتعرفوا شو السر بالحليب؟ الحليب بيحتوي على أحماض أمينية تسمى التريبتوفان. التريبتوفان من أكثر وأهم الأحماض الأمينية اللي بيساعد على استرخاء النوم. التريبتوفان مش بس موجود بالحليب، هو كمان موجود بالحبوب الكاملة، فارتكازنا على الأغذية اللي بتحتوي على الحبوب الكاملة خلال ساعات المساء بيساعد على الحصول على جودة نوم أفضل. دايماً حاولوا تمتنعوا عن النشويات المقشورة وتركزوا على الحبوب الكاملة. أنا جايبة هون معي حبوب الفطور الكاملة وكمان الكينوا. خلينا نحاول نعمل سلطات الكينوا مثلاً خلال ساعات المساء بدل ما نرتكز على الخبز الأبيض. التريبتوفان كمان موجود بالفستق وزبدة الفستق. لحتى تختاروا أجود أنواع زبدة الفستق حاولوا أنكم تقرأوا اللوائح الغذائية وتتأكدوا أنها ما بتحتوي على السكر. زبدة الفستق صحيح بتساعد على إعطاء التريبتوفان للجسم فالنوم بطريقة أفضل، ولكن إذا كان فيها سكر للأسف المفعول رح يكون عكسي. عشان هيك انتبهوا دائماً لقراءة اللوائح الغذائية. اللوز يعتبر من أهم المصادر للتريبتوفان. اللوز بيساعد بشكل كتير كبير على استرخاء الجسم، عشان هيك مرات بننصح أنه نحن ناخد كمية صغيرة من المكسرات خلال ساعات المساء، تعطينا تريبتوفان وتساعد على النوم بطريقة أفضل. وكمان خلينا نركز على البابونج مثلاً. كل هاي المشروبات العطرية بتساعد على استرخاء العضلات والحصول على النوم بطريقة أفضل. ولا تنسوا إنه كمان البيض بيحتوي على مستويات عالية جداً من التريبتوفان، فبالتالي استهلاكه خلال ساعات المساء يساعد على الحصول على جودة نوم أفضل.
وكمان الأسماك وبالأخص الأسماك اللي بتحتوي على الزيوت المفيدة بتعطيني نسب عالية جداً من التريبتوفان، فأخذهم خلال ساعات المساء يعتبر أساس. لا تنسوا إنه عشان نحظى بجودة نوم أفضل ضروري جداً إنه نحن نغير من نمط حياتنا. أولاً نحاول قد ما بنقدر نمتنع عن الكافيين بعد ساعات المغرب. التدخين للأسف بقلل من جودة النوم. إذا كنا بنعاني من زيادة في الدهون وخاصة دهون البطن خلينا نحاول قد ما بنقدر نتخلص منها. إذا كانت الرياضة بتنشط أجسامنا كتير وخاصة خلال ساعات المساء خلينا نحاول نمارس الرياضة صباحاً. وكمان خامساً نركز على كل الأغذية اللي بتحتوي على التريبتوفان لأنه هو يعتبر من أهم الأحماض الأمينية اللي بيساعد على النوم، عشان هيك الأطفال بتحب الحليب. أخيراً ما تنسوا أنه كمان في عندي مكملات غذائية بتساعد على جودة النوم بطريقة أفضل، وبتشمل أولاً المغنيسيوم لأنه هو بيساعد بشكل كتير كبير على تخفيف تشنجات العضلات واسترخاء العضلة بطريقة أفضل. وكمان عنا مكمل غذائي يسمى الجينكو بايلوبا، هذا المكمل يساعد بشكل كتير كبير على استرخاء العضلة وكمان التخلص من التشنجات اللي ممكن تحصل عنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي النصائح الغذائية. ما تنسوا إنه حتى نحل مشاكل النوم نحتاج إنه نحن نغير نمط حياتنا، وكمان الغذاء بيلعب دور أساسي. وأخيراً النوم لساعات كافية وجودة نوم عالية بتأثر بشكل إيجابي على كل نواحي الحياة، إن كان من ناحية المزاج، إن كان من ناحية تقليل خطر إصابة بالأمراض، تجديد الخلايا، تقوية المناعة، وحتى خسارة الوزن. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي المعلومات الغذائية. بشوفكم بفقرات جديدة ضمن برنامج دنيا يا دنيا. نهاركم سعيد.